مشاهدينا الكرام، نحن الآن في انتظار خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد وصول طائرته إلى مطار جدة الدولي استعدادا لعقد القمة العربية الأمريكية التي تشارك فيها الولايات المتحدة إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق. هذه القمة التي تنعقد تحت عنوان قمة جدة للأمن والتنمية تستضيفها المملكة اليوم، وكما ذكرنا تشارك فيها هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى العراق والأردن ومصر، وتتناول المستجدات الإقليمية والدولية المختلفة وبطبيعة الحال في مقدمتها القضية الفلسطينية إلى جانب قضايا وملفات إقليمية شائكة. نحن الآن نتابع نزول الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلم الطائرة التي وصلت إلى الأراضي السعودية استعدادا لإقامة هذه القمة، ويبدو أن في استقبال الرئيس الأمريكي كل من العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إضافة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وهكذا وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي السعودية استعدادا لعقد القمة العربية الأمريكية، وكما ذكرنا منذ قليل تأتي في مقدمة ملفات هذه القمة الملفات المتعلقة بالسلام والأمن الغذائي والطاقة إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل متغيرات عدة مختلفة سواء إقليمية أو دولية تتعلق بالملف النووي الإيراني في المنطقة، وربما على الساحة الدولية تتعلق بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الأوكرانية وتداعياتها المختلفة التي أثرت بالتأكيد على سوق الأمن الغذائي والطاقة على المستوى الدولي والعالمي. كان في استقبال الرئيس الأمريكي كما تابعنا أمير مكة المكرمة، ويبدو أن سيارة الرئيس الأمريكي تنطلق الآن لعقد المباحثات المنتظرة في ختام جولته الشرق أوسطية التي تأتي بعد عام ونصف من توليه مسؤولية الإدارة الأمريكية، وهي أول زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة بعد زيارته إلى الأراضي الفلسطينية.
الإسرائيلية أو الأراضي المحتلة، إضافة إلى الأراضي الفلسطينية، والتقائه بكل من المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتوقيع على إعلان أو وثيقة القدس.